بسم الله. بعد ما اخدنا البارامتر وعرفنا ازاي بتشتغل عليها، المره دي عايزين ناخد حاجه اسمها الاوبشنال او الديفولت بارامتر. يعني ايه بارامتر؟ هو زي ما احنا كنا واخدينه، بس انا احط له قيمه افتراضيه، بحيث يعني بعتنا قيمه يبقى ناخد القيمه اللي اتبعتت، ما بعتناش قيمه يبقى القيمه اللي انا كنت محددها كديفولت هي اللي تبدا ايه، هي اللي تشتغل. يعني مثلا فانكشن هنا كنت عامل مينيمم انت، صح؟ هخلي المينيمم انت بواحد، وعندي الماكسيمم انت، الماكسيمم انت اخليه مثلا ب 10. خلاص، يبقى انا كده بقى عندي اشكال كتير جدا للاستخدام. خدوا بالكم بقى انا ممكن اقدر اعمل اشكال عامله ازاي. انا سميتها فيرجن 4، ماشي؟ طيب انا اول حاجه عملت 3 و5، حددت له المينيمم 3 والماكسيمم 5. تاني مره جيت نادي على فيرجن 4 عملت 10. 10 دي بالنسبه لي بقت المينيمم 10، خدتوا بالكم؟ وال10 الثانيه هي الماكسيمم، لانه ماشي بالترتيب، لانه ماشي بالايه، بالترتيب. فانا هخلي المينيمم 7 مثلا، يبقى كده معناها بقت من 7 ل 10. خد واخدين بالك كده؟ بقت المينيمم ب7 والايه والماكسيمم بقى 10 زي ما هو. طيب جيت تالت مره وقمت منادي على جد على جنريت راندوم نمبر، بقى المينيمم بتاعي ديفولت بواحد والماكسيمم بتاعي الديفولت بايه؟ ب10. لو جيت قمت قايل له طيب دي بقى اخر طريقه، ان انا اقول له الماكس بيساوي 7. انا ناديت باسم الايه؟ باسم البارامتر بتاعي، فقلت ماكس بيساوي 7، معناه ان انا عايز، مش عايز، لان هو دايما هيمشي معاك بالترتيب. يعني قلت 3 5 يبقى 3 هي المينيمم، ال5 هي الايه الماكسيمم، زي ما انت مرتب تحت في التعريف في الديفينيشن. لكن لما قلت ماكسيمم بتساوي 7، معناه ان انا مش عايز اخلي المينيمم زي ما هو، عايز اتنقل للايه الماكسيمم اخليه ب7. واخر واحده طبعا من غير دي. كده كل الاشكال اللي ممكن نلعب بيها في حكايه الايه البارامتر المسماه او النيمد بارامتر او الديفولت او الاوبشنال بارامتر. طلع لي طبعا معايا كام؟ 3، لان دي من 3 ل 5. طلع لي 10، لان كان عندنا مفروض من المينيمم من 7 والماكسيمم 10. وطلع لي بعد كده 3، لان كان المفروض جايبه معايا من 1 ل 7. وطلع لي في الاخير 6، على اساس ان انا ما كنتش محدد، فطبعا كان هيبقى المينيمم بتاعي 1 والماكسيمم بتاعي ايه 10. دي كانت الايه الاوبشنال او الديفولت بارامتر.